ب 38 مليون، فيها سيجو اللي ممكن يتفرج بها الطريقة هذه اللي كتشوفوا، ولا تحط فيه سالا مونجي، نزيدوا عليه صالون مغربي فيها صالون ممكن يتفرج بها الطريقة هذه متولة ومحدقة كتبان رائعة جدا، ولا بها الطريقة هذه اختلاف ديال الألوان ديالها. نزيدوا عليها أنهم كاينين فيها جوج ديال الغرف، واحدة بالبلاكار وحدة خارجة لاكور ممكن تحط فيهم ناموسيس بحال هكا. إذا بقاو معايا جي نشوفوا هذا العرض هذا. مشاهدي الأعزاء ديال قناة أف إل، مرحبا بكم من جديد في العروض العقارية اللي كنبثوا بصفة تقريبا يومية، وكنحاولوا ما أمكن أنها تكون مختلفة، يكونوا فيها الكبار بعد نوبات يكونوا الصغار، يكونوا متوسط، يكونوا فيلات، يكونوا أراضي وكذلك شقق. معكم طارق، كنحاول نوصف كل حاجة شفتها وكل حاجة سمعتها ونقربكم اللي هي أهم شيء من السوق باش تعرفوا المساحات مقارنة مع الثمن، المواقع وليفينيسيون وكذلك الفصالات. اليوم غادي نشوفوا واحد العقار اللي كيندرج في إطار ديال السكن المتوسط، بما معناه المساحة ديالو كتكون مساحة مزيانة، الموقع ديالو وكذلك لافينيسيون ديالو والديكور. هنا تنهضروا على شقة اللي بوحديتك بعدا في الطبق، اي بمعنى اخر ما كاينينش بيبان حداك، ما كاينش مثلا جيران حداك، وما كاينش بزاف الامور ما غاديش تكون مشروكه، كيكون واحد النوع ما شويه ديال التقار ديال الانسان، وكيكون الانسان ترونكيل في الدار ديالو. هذه وحده. علاش؟ لان كاين هنا كنهضروا على الار بلس 2 اللي كتكون وحده في السفلي، وحده في البريمي، وحده في الدوزيام. هذا العقار هذا راه عنده جوج ديال الصفات، بما معناه انه ممكن كيتباع بوحديتو، وممكن انه يتباع مع واحد الكراج اللي هو كراج تابع ليه، ولا ممكن يتباع منفصل على الكراج ديالو. بالنسبه غادي نهضروا على الثمن من الاول، عقار اللي كيتباع بوحديتو ب 38 مليون، اي خاوي بلا كراج ديالو، بلا كراج بلا والو، واللي بغاه بالكراج، كراج ممكن يصلح للتجارة، ممكن يكون السيارة، ممكن يتكرا ويخلص مثلا الدار. المهم بالنسبة للثمن ديالو إجمالي ما بين الدار والكراج دايره 52 مليون. وبالنسبة لهذا الثمن راه ممكن يكون هناك شيء أمام التفاوض مع أصحاب هذا العقار هذا. بالنسبة كيفاش كينقسم العقار والمنيش كيتكون، العقار كيتكون من صالون امامه ولا قبالته واحد السجور، مطبخ جاهز، طواليت الاولى ولا ديباره نقدر نقولوا تحت الدروج اللي هي عباره عن طواليت بلديه، حمام ودوش بلدي بالديباره ديالو فوق منه، ونزيدوا عليها جوج ديال الغرف وغرفه اللي عندها المدخل ديالها لاكور ديالها. هذا هو التقسيم ديال هذه الشقه هذه. بالنسبه للموقع فين كتواجد، كنهضروا اول حاجه على المدينه المكناس، وبالنسبه للبلاصه على مقربه من طريق الرباط في اتجاه السوبر مارشي المرجان، على مقربه من الحي ديال الاناسي، موقع اللي كيعرف واحد تطور كبير، واحد البنيه سريع، واحد وكذلك كاينين هناك مرافق اللي جايين في الطريق، ومرافق اللي كاينين دابا حاليا، بينهم انك قريب للسوبر مارشي المرجان، قريب كذلك من السوبر مارشي ديال اعتقد كاينين بزاف ديال الامور، كاينين دي ليسي اللي كاينين حداك، الجامع كذلك كاين حداك، كاين بزاف ديال الامور اللي قريبه من هذا العقار هذا. بالنسبة لافينيسيون والديكور كما كتشوفوا معايا، لافينيسيون كاين هناك ذوق، لافينيسيون اللي محطوطة في هاد العرقار كنشوفوا فيها واحد الذوق كما كنقولوا ليه مينيسيو، واحد الذوق لكل حاجة تحطات في بلاصة. إلا ذكرتو المطبخ كيفاش تحط، صالون السيجور، البيوتا كذلك، والألوان اللي تعزلو فيهم، وليسبوت والبلاصة فين تحطو تاليسبوت، كانت هناك دقة ودقة لا متناهية اللي كتبين مدى الحرفية ديال المقاول في الاستعمال ديالو وفي الخلط ما بين المواد.
ما بين قوسين واللي نبغي نشير ليه هي ان بالنسبه للوكاله العقاريه اللي كتحمل الاسم ديال افال، راه كتقدم الخدمات ديالها كذلك الناس ولا البارتيكولي، الناس مثلا اللي عندهم شي عقار وبغاو يبيعوه، فكنقدموا الخدمه ديالنا، ممكن نجيو نصوروا العقار نخدموا من اجل البيع ديالو بواحد الطريقه اللي كتكون سريعه ولا واحد الطريقه اللي كتكون احترافيه وفيها شيء ما من المهنيه. وصلت للنهايه ديال الوصف، عطيت المعلومات اللي هي مفيده، ما قلت بالنسبه للعقار راه كيتواجد في الطبق الارضي بوحديت في ليطاج في ار بلس 2، الثمن ديالو وهو خاوي بلا كراج 38، الثمن عامر اذا بالكراج ديالو هو 52، الموقع على مقربه من طريق الرباط، المدينه مدينه مكناس. كنتمنى يعجبكم هذا العقار، ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك بالاشتراك. كنقول لكم الى اللقاء وفي امان الله.